حاولي غير ترفعي الصوص واحد شوية. حاولي غير ترفعي الصوت، والله ما كنسمعوكش مزيان. بكليك زعما ندير لك شي اصون ديالي ومهم نخلي بالك. واخا المهم انا جاي دايره داك التليفون. طيب وخمس يعني خمس يعني طقم شي طقم شي ما طقم يعني المهم مؤخرا يعني واقع بيناتنا المهم واحد مشكل كبير صراحة ما مليش الحل. اها وفهمتي يعني تقطعات قبل الهضرة بيني وبينه وشحال من حاجة. اوكي يعني فهمتي وداك الشيء يعني المشكل كان اني انا فهمتي قلت في واحد البلاصة يعني فهمتي يعني بديت في واحد ما يقدر يتكلم. واخا ايه دخلي في الموضوع دخلي في الموضوع. شنو هي الكلمة اللي خرج منك؟ غير شنو هي الكلمة اللي خرج منك؟ دابا راه ما كنعرفو بلا انتي لا هو كنسمعو غير الصوت. ما نقدرش نخون الناس اللي كيتفرجوا فينا حتى هما راه فهمتي جزء من البرنامج. ولكن واخا هكا وغير هضري غير هضري. زيدي شنو قلتي لي شنو قلتي لي شنو قلتي لي بحال انا قللت يعني الاحترام كي اش ابار كلمه ذكي كي انت انا فيها ومن بعد كاع الناس كيتسابوا ويتخاصموا في ساعه الغضب كاع يقدر يقول كاع اكثر ويقول اكثر وعادي ولكن الا كان كيقلب على السبه في حاجه نورمال ما عندكش ما ديري به. الا كان كيقلب على السبه انت ماشي راجل عاد انت ماشي راجل تقدر يسمع منك سبعة المرات في السيمانه وفين كاين المشكل. قال لي كان ما كنتش فهمتش يعني اقل كلمه هذه الكلمه اللي كاين فهمتش واقع بيناتنا بزاف ديال المشاكل. قال لي انا ما كنتش كنتمنى يعني فهمتش ما كنتش كنتمنى يدخل منك هذا الشيء حتى صغير. شحال في عمرك شحال في عمرك هذا؟ انا 21. هو واخا بخلاصة شنو سميتك؟ ها سلمى خائنتي. الله دابا تفكينا من واحد سلمى. 21 منين؟ فاس. فاس من فاس منين انت؟ لا محمدية. هو شنو سميتو شنو مدينة شحال في عمرو بالزربة؟ شحال في عمرو قلتي 26 وشحال انت ويا من بعضياتكم؟ تبارك الله صافي 5 سنين. قلت لي انت ماشي راجل قلب عليك الموضوع ياك كاش رمضان شوف صنعنا رمضان قلت شي حاجه تقطع عليك الموضوع سيبو ارلي النيميرو ديالو. ها 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 وملي ما كيكونش رمضان ما كيقطعش عليك الموضوع كيعطيك الموضوع.
تزيدك محاورة أخرى على ود الموضوع فقط. قريب لك؟ قريب زعما قريب في العائلة زعما؟ لا قريب للدار زعما. ساكن حداك بالسيف راه قريب ليه كل شيء. كون جاوبني في سانسون عليك ساو ما جاوبنيش عاودي صوني لاش تلخط لانسون عليك الله يغبر لك لاش قطع عليها الموضوع ولاش لاش 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 واخيرا راجل. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك خويا صافا ترونكيل كلشي مزيان الله يبارك فيك. مرحبا الناس اللي راه في لايف كلشي ديروا اروباس وطاقيو الاصدقاء ديالكم. مرحبا خويا. انا وياك وجميع المسلمين. نعم مرحبا امر اخويا. شو السميه ديالك؟ صحيح يا أنس قنيطرة خويا. شحال في السن ديالك؟ عندي 23 سنة. أيا شنو سميت هاد السيدة اللي أنت وياها في علاقة؟ سميتها جوليا. جوليا؟ دوماج خاص تكون سميت روميو وتكمل. جوليا شنو مديرها؟ هي تزيري وعايشة في عايشة هنا في فاس. عايشة في فاس؟ فايت صونيتي عليها؟ ما جاوبتناش. ما كانش جاوبتنا راه شي قبل ما فتحت التليفون بشحال صافي حيت كون قلتي لي ما صونيتش عليها نقول لك هاد البنت هادي ديجا دادا واحد السيد. شحال في عمر جوليا؟ عندها 22. شحال انت وهي مع بعضياتكم دابا؟ قريب نكمل عام. كتمشي عندها الفاس؟ كتجي عند القنيطره؟ مازال. مازال سي بون عار لي النمره ديالها زيد زيد زيد. اش من رسالة نخليها والله هذيك تانتي دوزي لينا جولي الله يرحم بها الوالدين. النمرة ديالها طافية أصلا. عاود لي النمرة ديالها نتأكدو بلي راه هي 0684 زيد زي زي النمرة صحيحة دونك بلا ما تحفي الحجرة راه طافية النمرة ديالها. ما مشغلش دابا طافية خويا. تتعاود تصل بينا في وقيتها. مرحبا بك دوزو مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا أختي عزيزة بخير؟ الحمد لله. الله يبارك فيك حاولي عافاك الله يسهل عليك ترفعي صوتك واحد شوية. مرحبا شكون معايا؟ هنا هنا منين؟ من حبت كورت. من حبت كورت. حبت؟ حبت كورت. حب كورس؟ فين جات حب كورس؟ حب كورس؟ عمري سمعتها في حياتي. تحية للناس هاد حب كورس. أول تقريبا عامين هذه أول مكالمة تجيني من هاد المنطقة. حب كورس شحال في عمرك يا هنا؟ من بغا دير هاد التيست؟ حد كورت ولا حب كورس؟ شنو سميت هاد الدري بغا دير التيست؟ محمد كناس. شحال في عمرو؟ 26. شحال؟ 27. وشحال انت وياه مع بعضياتكم؟ 9 شهور. اوكي حد كورت صافي مزيان من الصحة هذه كورت. شكرا على التصحيح. هنا من حد كورت 25 سنة. محمد المكنس 27 سنة. 9 شهور كتجي عندك ولا كتمشي عنده؟ انا كنمشي. برافو عليك كاكر طيبة راسك الله ودي. 06
امتى اخر مره مشيتي عنده؟ غير هذه شي سيمانه. اي شي سيمانه في رمضان؟ فطرتي انت وياه شحال من نهار فطرتوا؟ ها؟ كنتو كتفطروا غير بالليل ولا كتفطروا حتى بالنهار؟ شحال بعيد هاد الكورت على مكناس؟ شحال ديال الوقت؟ بعيدة ان شاء الله. ما تهضريش الله يجاوبنا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدي محمد. كيداير استاذ؟ لاباس عليك؟ كلشي على خير؟ العائلة الاحوال ديالكم كلشي لاباس؟ نهار كبير هذا، مبروك عواشرك واخا جات معطلة غير قبلها من السي محمد. الله يطول عمرك، الله يبارك فيك اخي. كاين شي سحور ولا والو؟ الله يكثر الخير، الله يكثر الخير. نهار كبير هذا السي محمد من مدينة مكناس، سن 27 سنة. أيه. نقدم لك راسي معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. واش فايت السي محمد مفرج في البرنامج ديالنا؟ عنده شي معلومات عليه ولا والو؟ مرحبا بك، هذه فرصة سعيدة نعرفوك على البرنامج ديالنا، ولماذا إن شاء الله يوم من الأيام محمد يولي من المتابعين الجداد ديالنا. محمد أنت حاليا معنا على المباشر، جانا اتصال من عند واحد الأنسة من مدينة مكناس، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك. هي حاليا راه معنا على المباشر في الاستماع، قالت لنا السي محمد بلي أنت وياها في علاقة حب، باغا دير لك واحد السيربريز وعندها شي هضرة في حقك بغات تقولها لك. أنا غادي ندوزها لك، مستعد؟ بلا شك كنظن راك عرفتيها شكون. أكيد كنظن راك عرفتيها شكون 100%. شاولا هاد النهار هذا والله العظيم بك بك بك. غنعاودو نصونيو عليه حتى هاد المكالمة شيقة شوية. عندك خوتك خواتاتك؟ شحال تبارك الله ما شاء الله؟ حنا ربعة بينا. ها؟ حنا ربعة بينا، جوج ولاد جوج بنات. الولاد قداش؟ عندي خويا كثر عندو شي 32 اثنين؟ 30 عام. 30 32 والاخر؟ خويا الصغير يلاه عندو شي 17 عام. وخوك ملي كتقول ليه مسافر راه ما الله يرضي عليك. برافو عليك، ما تقطعوش الموضوع بعضياتكم. ايوا راه اختي عزيزه ما جاوبناش، راه كاين شتي جاوب ويقطع ابخي ما بقاش جاوب. ماشي مشكل، تتعاودي تصوني عندنا مره اخرى، اوكي؟ يا. الو؟ الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وي هو هذا صافا؟ لا الحمد لله. كل شيء بخير الحمد لله. الله يبارك فيك، نهار كبير هذا. حاولي تغوتي واحد شويه. انا كنغوت دابا. لا والو، قلت هذا هو الغوت ديالك، راه ما كنسمع والو دابا. مزيان. اوكي مزيان. شكون معايا؟ معاك هدى من كازا. هدى كازا، شحال في عمرك؟ لمن باغا دير هاد التيست تاع هدى؟ خطيبي. اييه، شنو سميت خطيبك؟ سميتو حسن. حسن منين؟ من كازا. شحال في عمرو؟ 30 عام. شحال مشيو ويا مع بعضياتكم؟ تقريبا دابا عام ونص. عام ونص، خرج عيني هكاك. وشنو العلاقة اللي بينك وبينو؟ خطوبة. خطوبة، ولا
وخاطبك؟ مع كل شيء. ملبسك الخاتم؟ الخاتم مازال. مازال. صفر ستة. أنا معك. كيطلعوا لي الكومنتات ليندا فيت هاد لي كومنتات كيطلعوا بزاف 06 78 ايه عاودي كلشي بالنيه اها ما قاطعش عليك الموضوع لا ما قاطع عليا الموضوع ولكن خاطري اللي بغيت نقول لك علاش ما يعنيش مشكل ها اللي بغيت زعما نقول علاش مخاصمين ما يعنيش مشكل نقول علاش مخاصمين تخاصمنا كنا دايرين غنتلاقا كل مرة نقعد نهار ايه وقال لي غنتلاقاو مع بعضها كيف تعطي باش ديروا زعما الفينال لا هي الفينال ديال قبر رمضان هذاك هي وما كملنيش حتى بعد العشية عاد كامل وقبل قبل ما تطيل انا فاض الاول ما اعتبرنا حتى شي حاجه عاودي لينا مرافق هي ايه اه اوكي زين الو السلام عليكم الو سيدي حسن السلام عليكم الو سي حسن السلام عليكم الو السلام عليكم سيدي سيدي لاباس عليك كلشي بخير الحمد لله كيداير انت صافا كلشي على خير الحمد لله خويا حداك الصداع سي حسن شي دابا دابا مزيان قادر تهضر معنا بعداك مرحبا نهار كبير هذا سي حسن معك سي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج فايت لك السي حسن تفرج في البرنامج ديالنا عندك شي معلومات عليه ولا والو لا ما مرحبا السي حسن من مدينة الدار البيضاء 36 سنة تحية لك وتحية ناس الدار البيضاء السي حسن تحاليا راك معنا على المباشر جانا اتصال من عند واحد الانسة هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك قالت لي راه تعرفت عليك غير مؤخرا ودخلتي انت وياها في علاقة حب هي حاليا راه معنا على المباشر في الاستماع باش تهضر معاك باغا دير لك واحد السيربريز وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقول لك السي حسن انا غادي ندوزها لك مستعد دوزها بلا شك كنظن راك عرفتيها شكون الحمد لله كنظن راك عرفتيها شكون الو السي حسن الحمد لله واللي قال يرحمك الله يهديكم الله يصلح بالكم الو السي حسن كنسمعك الو مشاك الصوت السي حسن ما بقيتش كنسمع والو الو الو السي حسن ما كنسمع حتى شي حاجه الو هذا الصداع هذا الصوت ديالو واش كاين في دارهم ولا عنده شي وليدات ولا داكش وهدى مخاطبكم مشغول هدى اه كنسمع حدا الصداع و لا انا حاضر عندهم في الطاعه فكعاود عيط لها حفظك حفظك اوكي عافاك اخويا عندهم غريزه عندهم مشكل في الطاعه الفاميلي اوكي
الاولى وبين ثاني الثالثه عاد جاوب. عافاك عافاك الله يهدو ما عندوش خاصني نعرف والله. قلتي واش انا اللي كنقول لك ما جاوبش راه تليفونها وخصو يشد الخط انا معاك. بقى معايا عافاك الله يزوجتي جاوبها بيضا عندها مشكل في التليفون. واحد النمره 13 كتصوني عليا واش ديال محمد ديال مكناس ولا ديال جوليا وحده في الجوج هي كتهضر بها الفوكال. غادي نزيدك اخر محاولة اختي عزيزة. الناس اللي جات معنا في اللايف كلشي وركوا على السي محمد السريري اللي ما دايرش فولو يدير فولو وكيسوني باش تعرفوا راه باقي مريض ودرت لكم اللايف باش تعرفوا راسكم راكم عزاز وغاليين كنحبكم. فيديو بينا ابي ندير في اخر ان شاء الله قالت لك راه مزوج وتحلف عليها. لا والله ما مزوج. لا لا وكون هو بايجا وراه كيصوني هذا جري عليك اختي عاودي صوني ولا شي لعيبه بحال هكا. انا داك ما خاطيه لا راه كيصوني كون كان غيجاوب راه غادي يجاوب. عندي عندي لك غنشوف قطعي قطعي عاود اخر محاوله. باش نسوي على واحد النمره كتصوني سكتي ما تهضريش سكتي وي السلام عليكم. الحمد لله شكون معايا؟ وي الاسم؟ ها؟ الاسم الاسم حيت راه اتصلوا بيا بزاف. الاسم الاسم. محمد. محمد اللي مكناس 27 سنة. أيوه. مرحبا كي داير لاباس عليك كلشي على خير؟ الله يطول لنا عمرك، عرفتي البرنامج ديالنا ولا مازال؟ اوكي معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. محمد من مدينه مكناس 27 سنه اتصلت بنا واحد البنت من مدينه مكناس هي اللي عطاتنا الرقم ديالك باش اتصلوا بك. قالت لنا باغا دير لك واحد السيربريز وعندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك السي محمد. هادشي اللي كاين واخا محمد دير علاقه حب في حياتك ولا سيليباتير؟ دير علاقه حب في حياتك ولا سيليباتير؟ سيليباتير سيري بطار. برافو عليك يا محمد مكناس. خليك معايا ما تقطعش اوكي. هذا هو اللي كتمشي عنده صاحبته من حد كورت كتمشي عنده دوزت معاه 6 ايام في رمضان هادو وزيدوا هذا 6. اختي عزيزه صاحبك ما داوش ما جاوبناش خليني نصوني على هنا. ها حسن من كازا كيسوني هادو ديال النوبة. ايوا يا ربي القول بلا ديال هناء بلاتي. هناء هي اللي قبل من هادي سو غادي نجيو 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 هادي اخر مكالمة غادي نشوف المكالمة اللي قبل منها تكون جو بونس هادي.
خليك معنا السي محمد. ايوه انا معاك اخويا. خليك معنا حيت راه ديجا كان اتصلت بينا و... وجاتنا عقيل اخرى. سيلي بطار الرضا كل شيء ديال الهاشتاغ سيلي بطار. الو الو هنا الو حسو حسو زقلي ثانية ثانية واحدة عافاكم عافاكم دابا لا ما تصونيش عليا اللي كتشوفي ما تصونيش انا خليني نصوني ليك ما تصونيش انا نصوني انا كنصوني اصلا ديجا حبسي عافاك شابكه 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 اليوم لا شابكه شابكه اخي انا ها عمك وباك شوفي الا كنتي كتسمعيني ما تصونيش اوكي حبسي لي زابيل خليني انا نصوني عليك الله يرحم يماك وباباك خليني انا نصوني عليك انا خليني كنصوني دابا كيصوني عليا حسن وكيصوني عليا محمد دابا خصنا غير البنات اللي كانوا صونا ودابا الوقيته ديال اللايف سالت لنا هنايا انا غنحاول نصوني عليها مصيبه كتسمعنا السي محمد ياك خليك معايا حنا غنعاودو نتصلو بك اوكي يا لا فامي كلشي التحق بين الابليكاسيون ديال يونو حيت الوقت وصلنا الوقيته ديال اللايف ديال يونو الابليكاسيون اخوان اللي غادي ندير فيها اللايف دابا هي هادي يونو الناس اللي عندهم سامسونج هانتوما كلشي التحق بها دابا الابليكاسيون ديال يونو الناس اللي عندهم سامسونج كتمشيو للبلاي ستور اللي هي هادي غتوركو غتجيو غتكتبوا اغريغ او اي ان او دبليو اوكي انا غادي نتصلوا بهم غتدخلوا هاد الابليكاسيون هي خضراء بلا ما ندير الميساجور انا ديجا راني فتحت لايف اوكي غتجيو ها هي الابليكاسيون غتدخلوا ليها غادي تجيو ديريكت للريسيرش غتكتبوا اس اي ام او هاني غنطلع لكم بلي فاتح لايف وغتلقاوني كنقول لكم باي باي هاني تما اوكي ما تعطلوش الاخوان ها الابليكاسيون اللي ما غيعقلش عليك دير سكرين هاد الخضره هادي شفتوها هاد الخضره هادي اللي غندير فيها دابا اللايف هاد الخضره هادي يو ناو غادي تدخلوا ها السميه باش داخل السي محمد السريري السي محمد السريري غادي تكتبوها غادي تلقاوني لايف